لو انت بتحب صلاح اتفرج على الحلقة دي، ولو انت ما بتحبش صلاح انصحك برضو ان انت تتفرج على الحلقة دي. اهلا بيكم وحلقة جديدة من شجع كورة، ويلا بينا. قالوا عليه الوان سيزن وندر، يعني لعيب الموسم الواحد او اسطورة الموسم الواحد، ولكن ها هو الموسم الثالث وهو بيثبت لهم ان هو الوندر بتاعت اي سيزن والاسطورة بتاعت اي سيزن. صلاح من اجمالي اهداف ليفربول الهجوميه بتاعت ماني وفيرمينيو وصلاح مسجلين هم الثلاثه 250 جون، صلاح لوحده فيهم 94 جون، ماني 79 وفيرمينيو 77، ففي فرق طبعا لابو صلاح. ان انت تفضل محافظ على مستواك موسم ورا الثاني ورا الثالث دي حاجه مش سهله خالص، خاصه في الدوري الانجليزي. انت راجل بتنافس على رقم الهداف ثلاث مواسم ورا بعض، خدتها في موسمين، والموسم الثالث اهوت خلاص فرق ما بينك وما بين فاردي ثلاث اهداف. يا جماعة صحيح هو مين أحسن لاعب في الدوري الإنجليزي السنة دي؟ قولولي كده، هل هو صلاح؟ هل هو ماني؟ هل هو هندرسون؟ وما تستغربوش وجود هندرسون في القايمة أو في الترشيحات، وهقولكوا ليه؟ هل هو دي بروين؟ هل هو فاردي؟ هل هو أوباميانج؟ أتمنى إن أنتوا تسيبولي في التعليقات التوقعات بتاعتكم مين هيكون أحسن لاعب في الدوري الإنجليزي الموسم ده، ودي برضه هيتعمل لها إن شاء الله حلقة قريب بإذن الله مع ديوان ورائف ونتكلم في التفاصيل بتاعتها. بس نرجع لمحمد صلاح. محمد صلاح طبعا السنة دي هو موسم استثنائي كالعادة لمحمد صلاح، الراجل خلاص بقى على قمة الهرم. صلاح محافظ على مستواه، الله أكبر وربنا يحميه، ومش بكلامي ده بالأرقام. الراجل امبارح بيجيب جونين وبيعمل أساس. صلاح بيصبح اللاعب الرابع في تاريخ ليفربول اللي بيخش قائمة الأكثر مساهمة أو اللي عدوا 100 مساهمة في الأهداف في تاريخ ليفربول بعد ستيفن جيرارد اللي حقق نفس الرقم ال 100 مساهمة ده في 212 مباراة، روبي فاولر اللي حققه في 159 مباراة، ومايكل اوين اللي حققه في 148 مباراة. صلاح محققه في كام يا جماعة؟ 104 مباراة. يعني انتوا واخدين بالكم فرق المباريات عامل ازاي؟ الله اكبر. اكره صلاح براحتك، لكن لازم تحترمه. احترم اللي الراجل ده بيعمله في الدوري الانجليزي، الدوري الاقوى في العالم، الدوري اللي اي لعيب بيروح ركبه بتخبط في رجليه وما بيعرفش يقف على رجليه. ولو لعيب تقيل قوي ولعيب دولي هيلعب ماتش وماتش لا، ماتش وماتش لا لحد ما يركب، وحتى لو ركب مش هيحقق نسبه التهديف دي كل سنه، ومش هينافس على لقب احسن لاعب في الدوري الانجليزي ولقب الهداف كل سنه. صلاح هو الاكثر تهديفا مع يورجن كلوب. ازاي؟ الراجل جه من 2015 وصلاح جه 2017، يعني بعديها بسنتين، جه بعد فيرمينيو وجه بعد ماني وجه بعد نجوم كتير جدا، بس صلاح دلوقتي هو اكثر لعيب هدف مع يورجن كلوب. الناس اللي بتكره صلاح، ممكن حقك عادي خالص، من حقك ان انت تحبه وتكره، مش لازم ان انت تتفق على بني ادم وكل الناس تتفق على بني ادم طول الوقت، لكن لازم تحترم اللي الراجل ده بيعمله. الراجل ده بيصنع تاريخ محدش عارف يوصل له، ان انت تفضل محافظ على قمه مستواك بهذا الشكل بالتعب وبالاخلاص وبالاجتهاد، مش بالفهلوه ومش بالكلام ومش بالكلام من ورا الكيبورد ومش من الكلام قدام الشاشات، بالعمل. صلاح وصل للي هو وصل له دوت بالعمل والاخلاص. صلاح بينافس على لقب الهداف واحسن لاعب في الدوري الانجليزي الموسم الثالث على التوالي، وده انجاز محدش قدر ولا هيقدر يوصل له. اتمنى طبعا حد يقدر يوصل له في المستقبل، يبقى عندنا مليون صلاح، لكن اللي صلاح عمله ده بصراحه حاجه خارقه للطبيعه. ماتش امبارح هو اكبر دليل على قوه محمد صلاح في الملعب. صلاح اسيست وجونين، وكان كمان هيجيب الثالث في اخر الماتش. بيأنن شوية طبيعي لأنه بينافس على رقم الهداف وخلاص الموسم منتهي. ليفربول خلاص وصل ل 92 نقطة، يعني خلاص قربوا على ال 100 نقطة، وصلاح بينافس على شوية بقى ألقاب فردية. فيلا بينا، يلا بينا يا أبو صلاح عشان ناخد هداف الدوري الإنجليزي الموسم الثالث على التوالي، ويلا بينا عشان ناخد أحسن لاعب في الدوري الإنجليزي، ما أنت برضه تستحقها إن شاء الله. إن شاء الله عشان توصل للقب ده محتاج يعني زقك اللي هو في الهداف ان شاء الله، لان طبعا المنافسه شرسه جدا 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 على هذا اللقب. اللي انا في وجهه نظري مش هيخرج بره الاسامي اللي انا هقولها لكم ديت: محمد صلاح، ساديو ماني، هندرسون، ودي بروين، واوباميانج، وجيمي فاردي. اي حد يقول لي باشا انت بتطبل لصلاح قوي عشان هو ابن بلدك يا باشا بالراحه، بس الارقام هي اللي بتتكلم. الراجل النهارده وصل في 104 ماتش عنده 100 مساهمه في الاهداف ما بين اسيست او جوان بيجيبها، فانت بتتكلم ان هو كل ماتش ليه بصمه. كل ماتش في الدوري الانجليزي الراجل ليه بصمه من ساعه ما رجع من تشيلسي وبقى في ليفربول. طبعا كلام على الدوري الانجليزي بشكل عام، يعني الراجل في كل ماتش ليه مساهمه. انت عايز ايه؟
انت عايز ايه اكتر من كده؟ ده في نجوم بتلعب بتغيب بالعشر ماتشات والثمان ماتشات والتسع ماتشات ويقول لك اصل الفورمه بتاعتهم داون، الراجل كل ماتش ليه مساهمه. سؤالي للناس اللي متابعانا في اخر الحلقه، مين هو احسن لعيب في الدوري الانجليزي؟ هل هو صلاح؟ هل هو ماني؟ هل هو هندرسون بصفته قائد الفريق والارسنال مشاركه الخ؟ هل هو دي بروين؟ هل هو اوباميانج؟ هل هو جيمي فاردي؟ اتمنى تسيبولي في الكومنتات عشان هنعمل حلقه سخنه جدا 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 عن الموضوع ده، واشوفكم في حلقه جديده. سلام.